اهلا وسهلا. بالحقيقه يعني المطالب دائما تظهر في هذه التظاهره واللي سبقتها، يعني مطالب عامه وليست واضحه، ليست دقيقه، ليست مرحليه. يعني كلمه الاصلاح سيد راد اعذرني على المقاطعه، ولكن ورد إلينا عاجل الآن نريد من حضرتك أن تعلق عليه بدخول عدد من المتظاهرين إلى باحة مجلس النواب. يعني بالحقيقة هاي العواجل سوف تصبح بعد قليل أشياء اعتيادية. يعني هناك إصرار، هناك دخول أعداد كبيرة، هناك دعم لوجستي من كل مقتربات المنطقة الخضراء، وهناك أيضا خشية من القوات الأمنية في الوقوف بوجه المتظاهرين بعد التوصيات والبيان الصادر من يعني الحكومة ممثلة بالسيد الكاظمي. ولكن أنا أعتقد يعني إذا تسمحي لي، يعني هذه التظاهرات لن تأتي كلها ولن تحقق شيئا ملموسا بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، وإنما هي مناكفات سياسية متعاكسة ما بين التيار الصدري الذي انسحب ومن بين التيارات الأخرى التي بقيت وتحاول أن تشكل الحكومة. وبالتالي يعني أنصار التيار الصدري هم يذهبون طواعية مع التأثيرات والتبليغات السياسية التي تصدر من مكتب السيد الصدر. إحنا الآن أمام يعني مواجهة سياسية منضبطة من ناحية الاتجاهات السياسية نفسها. يعني هذا الحراك بالتحديد لأكون أكثر وضوحا ليس حراكا شعبيا خالصا، هو حراك سياسي منظم. يعني كما خرج الجماعة الحكيم أمس بخطاب منظم وخطوعات، هذه المسألة يعني رفعت عنها كلمة العفوية. الآن هناك توجه، دعم لوجستي، سيارات تأتي من المحافظات، هناك طعام، هناك شراب، هناك سماعات ومكبرات صوت تذيع البيانات والأناشيد. وبالتالي أنت الآن عليك أن تذكري حرب بغداد في مثل هذه الساعة، تعامد الشمس، ولكن هناك هذا الدعم واستبدال مجموعة بأخرى، بحيث حتى أن بعض الإصابات التي حدثت بين المتظاهرين حدثت جراء قفزهم من الحواجز الإسمنتية. أما الباقين تقريبا وصلوا حسب مصدر طبي خاص وصلوا إلى أكثر من 20 مصاب، ولم تستقبل المستشفيات الآن إصابات جديدة بسبب الدخانيات والصوتية وسقوطهم من الحواجز الكونكريتية. أنا أعتقد اليوم التظاهرات لن تستمر بهذه الطريقة، التصعيد سوف يكون أكبر، وكما قلت في البداية هو يعني مفترق سياسي كبير، لأن القوى الأخرى لن تصمت عن هذا التوجه المنظم الساعي إلى فرض إرادات سياسية على تشكيل الحكومة العراقية.